بعدما اشتدت العاصفة أليكسا نزلت قوات الجيش إلى الشارع للتخفيف من معاناة المواطنين. انتقادات كبيرة وجهت للأجهزة المدنية بالحكومة الأردنية لعدم قدرتها على تلبية احتياجات الأردنيين والمتمثلة في فتح الطرق وإعادة التيار الكهربائي. توجيه جلالة الملك الأعلى للقوات الخاصة استلمنا مهمة أنه مساعدة الناس المدنيين ونقل الحالات المصابة إلى المستشفيات والمستشفيات الحكومية والعسكرية، وأيضا مساعدة المدنيين في السيارات اللي لم تستطع الدخول على الشارع الرئيسي بسبب تراكم الثلوج. وقامت قوات الجيش بتقديم العون لأكثر من 3000 مواطن حسب مكتب التوجيه المعنوي خلال يومين، وكان أبرزها فتح الطرق ونقل المرضى، إضافة إلى محاولاتهم لتأمين الاحتياجات الأساسية. كنت أنا مصاب بمرض بطني، فنقلوني نقلة جنود العمليات الخاصة، ما قصروا، كانت الطرق صعبة جدا وتم السيطرة على الطرق ونقلي إلى المدينة الطبية، والله يعطيهم العافية. قوات الجيش والتي زاد عدد آلياتها العاملة بالعاصمة عمان عن 300 آلية كذلك لم تكن بعيدة عن ويلات أليكسا بعدما غرزت بعض آلياتها وتعطلت أخرى. العاصفة الثلجية أليكسا تسببت في تعطيل مطار الملك علياء، ما أدى إلى إلغاء العشرات من الرحلات القادمة والمغادرة، فضلا عن وقوع أكثر من 500 حادث خلال أقل من 48 ساعة. إياد الجغبير، سكاي نيوز عربية من عمان.